أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة وطبق حلويات كتير لذيذ الكل حيحبه. حنعمل تشيز كيك مع صلصة قمر الدين. نشوف مع بعض المكونات. كاسات تشيز كيك مع قمر الدين، 2 كوب بسكوت مطحون، 2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة، طبقة الجبن، 200 جرام جبن كريمي، 1 كوب كريمة سائلة، نصف كوب سكر بودرة. الطبقة العلوية، 1 كوب مشمش مجفف مقطع، ربع كوب سكر و2 كوب ماء. وصفتنا كتير سهلة وبسيطة، وبنفس الوقت فيها قيمة غذائية كتير عالية لأنه عم بستعمل فيها المشمش المجفف. طبعاً إحنا دائماً ارتبط عنا قمر الدين اللي هو المشمش المجفف المعصور بشهر رمضان الفضيل، ولكن أرجو أنكم دائماً تهتموا بتناول المشمش المجفف طوال العام لأنه بيحتوي على نسبة عالية طبعاً من الألياف ومن المعادن أيضاً. عزائي، إحنا المشمش المجفف هذا هستعمله لتجهيز الصلصة، ولكن إذا حبيتوا تستعملوا صلصة قمر الدين نفسها تقدروا تنفذوا نفس الطريقة. نبتدي نجهز في الأول خلطة التشيز كيك نفسها ونشوف الخطوات اللي إحنا حنحتاجها. في الأول خلوني أستعرض معكم، ممكن أستعمل أي أطباق موجودة عندك، ممكن أنا عندي هذا النوع من الأطباق أو أي كاسات صغيرة كبيرة طويلة قصيرة فنجين قهوة اللي أنت بتحبي تقدمي وتبتكري وتتجددي دائما في تقديم حلوياتك. بتقدري تختاري أي شيء عندك لتقديم هذا الصنف. وعلى فكرة لو عندك مثلا لقيتي 6 أطباق أو 6 كاسات، وإحنا مثلا كميتنا بتأتي ل 12 شخص أو 12 كاسة، استعملي كاسات مختلفة ما في مشكلة عنا، بيعطي حركة لضيوفك وأفراد الأسرة عندك. نبتدي وصفتنا بتجهيز القاعدة اللي هي مكونة من البسكوت. ممكن أنا أطحن البسكوت على شكل باودر باستعمال محضرة طعام. هحط قطع البسكوت، ممكن الأطفال يساعدونا في هذه الخطوة. نختار هيك حركة بسيطة آمنة بيقدروا هم يعملوها، بس طبعا مش الفود بروسيسر، في شفرة بتبقى خطر. هكمل بقية قطع البسكوت وبعد هيك بقدر أخذ الكمية اللي أنا محتاجاها. يبقى البسكوت أصبح عندي ناعم، وححتاج حوالي 2 كوب من البسكوت. خلينا بنقدر نختار مكيال. يعني معقولين، ما في مشكلة فينا نضيفهم. هلأ هحتاج زبدة، بس بدي إياها مذابة، ممكن نحطوها بطبق صغير في الميكروويف أو ممكن نسيحها هلأ على النار. الزبدة عندي هلأ ساحت، بضيفها مباشرة على البسكوت. مجرد بقلب البسكوت لياخد نكهة الزبدة. خلوا بالكم احنا هوني مش عم نعمل تشيز كيك اللي ممكن تبقى قاعدتها متماسكة، لا انا بس بدي طعم البسكوت، فكمية الزبدة عم بتلاحظوا انها قليلة وهذا شيء طبيعي لانه انا حقدمه على شكل كاسات او على شكل اطباق، مش التشيز كيك اللي ممكن اقطعها، هديك حتكون محتاجة اكيد زبدة اكتر. يبقى البسكوت عندي جاهز، ابتدي اوزع على الكاسات
بالشكل اللي أنا حابة يكون موجود. هنحط حوالي معلقتين مثلاً في كل طبق. إذا عم تعملوا فناجين قهوة صغار حتحطوا معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة حسب زي ما قلنا حجم الكاسة اللي أو الطبق اللي عم تستعملوه. هلأ بضغط عليها شوي بس ليصير شكلها حلو، تصير كأنها طبقة واحدة خفيف، مش كتير يعني هتفرق معاي الخطوة هذه. وأبتدي أعزائي المشاهدين هلأ أجهز الكريمة أو خليط الجبن، نشوف خطوتنا التالية لتجهيز خليط للتشيز كيك. في وعاء الخلاط هحط الجبن الكريمي، أنا عندي هون 200 جرام من الجبن الكريمي، أي ماركة أو أي نوع أنتوا بتحبوا تستعملوه، بس أهم إشي يكون عندي في درجة الحرارة العادية، يعني أكون مطلعته من الثلاجة قبل بوقت يبقى لين بهذا الشكل. هحطه في وعاء الخلاط وحضيف الكريمة برضو تبقى في درجة الحرارة العادية، وحضيف السكر الناعم البودرة. هثبت مضرب الشبك وابتدي اشغل الخلاط لغايه ما تندمج هالمكونات عندي مع بعضها. الخليط هلأ أصبح عندي جاهز، أبتدي أوزعه على الكاسات، نحط يعني كمية بسيطة في كل كاسة. هلأ في عندي خطوة كتير لطيفة، إذا حبيتوا برجع باخد كمية بسيطة من البسكوت وأرجع أوزعها على سطح الكاسات بهالطريقة، يعني كمية بسيطة ما نكتر. ونبتدي أعزائي نجهز صلصة المشمش زي ما تحدثنا عنها اللي هي عالية بالقيمة الغذائية. عندي هون مشمش مجفف قطعته إلى مكعبات صغيرة، مجرد هخليه في كاسرول، هضيف شوي من السكر. ممكن إذا حبيتوا تستغنوا عن السكر ممكن نضيف شوية عسل، وأضيف كوب من الماء. هالخليط هخليه على نار متوسطة لغاية ما يغلي، بسيبه لحوالي هيك 10 دقايق، وبعد ما يصير عندي هيك يدوب شوي، عندي هون أنا نفس المقدار بس بدي أورجيكم كيف بيبقى شكله، ببتدي أهرسه شوي باستعمال هذه القطعة عشان يصير عندي زي صوص. أنا ما بدي إياه يصير عندي سائل كتير، إذا حبينه سائل ممكن نحطه بمحضرة الطعام ونعمله سائل أو في بلندر اللي هو الخلاط. أنا بدي إياه يبقى له قوام هيك لطيف شوي، هيك نقدر يعني وإحنا عم ناكل نستمتع هيك بطعم حبة أو قطع المشمش، بتبقى كتير طعمها لذيذ وقوامها لذيذ. يبقى الخليط أصبح عندي جاهز، أبتدي أوزعه على الكاسات اللي أنا مجهزها. كتير طيب، يعني أنا بعشق المشمش على فكرة كتير بحب طعمه. نحط كمية بهذه الطريقة. طبعا
طعم حموضة المشمش مع حلاوة التشيز اللي موجود هلأ في الحلو مع طعم البسكوت، يعني خلطة كتير لذيذة، أعتقد إنها حتعجبكم. اللمسات النهائية إني حوزع شوية من الفستق الحلبي على كل قطعة أو على كل طبق، يبقى عندي هلأ الطبق هيك أصبح جاهز، تشيز كيك بقمر الدين، شكل جديد وطعم لذيذ وقيمة غذائية كتير عالية، فينا نخليها بالثلاجة لوقت التقديم. أعزائي المشاهدين، أرجو أنكم تجربوا هالوصفة، بتلاقوا الخطوات والمكونات موجودة على موقع منال أونلاين.